عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مصر الزراعية لزراعة الأسطح. الفيديو ده إن شاء الله أنا هقول لك على فوائد الهيوميك أسيد للنباتات. هقول لك بطريقتين، الطريقة الأولى وهي كلام بلدي كده بيني وبينك، والطريقة التانية هي كلام علمي وكلام باللغة العربية 100%. ده هو شكل سماد الهيوميك أسيد. وقع لميته الحمد لله. نرجع بقى لكلامنا اللي احنا كنا بنقوله، الهيوميك اسيد الفوائد بتاعته هو بيحسن التربة. هو مش سماد، يعني هو ما بيديش فوائد للنبات. تمام، هتقولي طب هو بيعمل ايه ما دام هو ما بيفيدش النبات، يعني ايه بقى كده؟ لا، هو مخصب للتربة، مخصب للتربة، يستعمل يعني بالبلدي كده بيقول وسع الكبير جاي. الجذور وهي ماشية تحت كده، نازلة تحت كده في التربة، فهي وهي نازلة في التربة فممكن التربة تكون ناشفة عليها، التربة تكون فيها خواص النبات مش عايزها كده، فهو بيهيئ التربة للجذور، بيقول وسع الكبير جاي، فهو بيحسن التربة للجذور. وبرضو بيخلي التربه ما تجفش بسرعه، يعني ممكن انت تسهى عن التربه ما ترويهاش مثلا هتعطش، فسماد الهيوميك اسيد ده بيعمل على ان التربه ما تنشفش بسرعه. وبرده بينظم درجه الحموضه ودرجه اي حاجه في التربه زياده بيقللها، واي حاجه قليله بيكترها، بيخلي التربه تربه متعادله، وبيزود النبات بالمركبات الغذائيه الطبيعيه اللي عايزها علشان النمو، فبالتالي ممكن يغنيك عن الأسمدة التانية كلها. ده هو الكلام اللي أنا هقوله لك كده بالبلدي. أما الكلام اللي هو العلمي 100% يستعمل لتحسين خواص التربة وزيادة قدرة النبات على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في التربة، مما يقلل من استعمال الأسمدة. ده كان واحد. اتنين، يعمل على تحسين خواص التربة كيميائيا وفيزيائيا مما يجعل العناصر متاحة للنبات بشكل أفضل. 3، يزيد من مقاومة النبات للجفاف. 4، يعمل على تنشيط نمو الجذور وتقويتها. 5، يزود النبات بالمركبات الغذائية الطبيعية والتي يحتاجها النبات لتحسين النمو والإنتاج ووجود وجودة الثمار. ينظم درجة الحموضة في التربة حيث يوفر بيئة متعادلة، مما يسهل على النبات امتصاص العناصر الغذائية من التربة. هكلمكم بقى دلوقتي عن فوائده والحاجات الوحشة بتاعته. الفوائد بتاعته انا قلتها لكم دلوقتي اهي. الحاجات بقى اللي هي الحاجات السلبية اللي في الهيوميك، طبعا اي حاجة لها حاجات سلبية وحاجات موجبة. ده انا قلت لكم على فوائده، اهو هقول لكم بقى على السلبيات بتاعته. اولا يعني انا مش عارف اقول ايه، ولكن سماد الهيوميك اسيد لو انت مخزنه في اي مكان وجات عليه نقطة مية تبوظه، مش تبوظه ان هو ما ينفعش يستخدم، لا، تخليه كله يبوش على بعضه كده ويسيح، هيبقى بايظ، يبقى وحش. تمام، دي لو نقطه ميه جت عليا. طيب دي كانت هي الحاجه الاولى الوحشه. الحاجه التانية الوحشه بقى، واللي هي موجوده في معظم، مش الهيوميك اسيد بس، في معظم الاسمده، ان ما بيقعدش كتير. يعني انا مثلا دلوقتي عملت حطيت هيوميك اسيد على برميل 60 لتر، وجيت رويت النباتات بتاعتي بخمسين لتر، فاض 10 لتر. العشرة لتر دولتي هسيبهم للرية الجاية. لا، ما ينفعش. الهيوميك اسيد اول ما قلبه في المية لازم يتروي بيه، ما يقعدش. وده برضو حاجات من السلبيات بتاعته. الحاجة التالتة السلبيات بتاعته برضو، ان هو وقع قدامكم دلوقتي في اول الفيديو، وقع مني على الارض. تمام، فانا جيت نظفت الارض، كنستها بالجاروف، بالمقشة والجاروف، فبرضو في بواقي على الارض مش عارف اشيلها، بواقي اتسبغت، بقت سبغة في الارض. دي من اضرار الهيوميك اسيد، بس كده. وانا عن نفسي بستخدم سماد الهيوميك اسيد، الكيلو منه حوالي في من اول 80 جنيه لحد 150 جنيه. انا جبت انا ابو 110، كيلو ب110، عندي حوالي 8 كيلو. 8 كيلو دول يقضوني سنتين ثلاثة. وسماد الهيوميك اسيد مدة الصلاحية بتاعته حوالي 5 أو 6 سنين،
يعني ملوش مدة، يعني انسى، هتجيبه هتنساه. ومن مميزات السماد ده انك لو انت زرعت بذور ممكن تروي بيه على طول عادي. لو انت زرعت بذور ممكن تروي بيه على طول عادي، ما تقولش بقى هيبقى حامي على التربة، يبقى حامي مش عارف ايه، لا ممكن تروي بيه على طول. ده خلاف معظم الاسمدة الاخرى زي الشاي الكمبوست او الام بي كي او اي نبات اخر، او اي قصدي سماد اخر، او اي محسن للتربة اخر، ما ينفعش تروي بيه غير بعد اسبوعين من الشتل. بس كده، ده كان كل حاجة عن سماد الهيوميك اسيد. ونسيت اقول لكم، سماد الهيوميك اسيد ده سماد ممتاز جدا، ممكن تخلطه مع اي اسمدة او مبيدات اخرى، يستعمل للري او للرش، ويستعمل لجميع المحاصيل الاشجار والخضر والاشجار. طب تخيل الفدان، لو انا زرع في الارض الفدان ياخد قد ايه؟ الفدان ياخد كيلو ونص، الفدان ياخد كيلو ونص، ما بالك انت زرع على السطح، فكده انت هيكون موفر معاك جدا. لكل 60 لتر تديلهم معلقتين كبار من الهيوميك اسيد، لكل 60 لتر يعني لكل برميل زي ده. طبعا البرميل اللي حضرتكم شفتوه دلوقتي سعته 60 لتر، ده لو انا هروي بيه النباتات بتاعتي وانا عارف ان النباتات بتاعتي بتاخد 60 لتر، اضيف له معلقتين كبار هيكون تمام التمام. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس رغم دي لكم كل جديد ان شاء الله. وزي ما تعودنا في كل فيديو، ازرع فالدنيا نمت على الزراعة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.